كي راكم دايرين؟ لاباس؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في هذه الساعه ودايما ان شاء الله. اليوم جيتكم بغسيل تاع لاباط فيتي. غادي ندير لاباط فيتي في 5 دقائق توجد، ما تطول ما تعيي. كودوا معايا وشوفوا المقادير. عندك هنا رطل تاع فارينه، رطل تاع فارينه ديري فيها نص كاس تاع زيت تاع لاتاي، وعندك الملح ديري قد مغرف صغيره، والمارغارين تاع التوريق هذا اوبليغاتوار ديري من هذا، ماشي من هذا، هذا اوبليغاتوار ديري الدهان تاع الفيتاج. نبدأ التحضير، كيفيه التحضير ان شاء الله. بون ديري قرصه تاع ملح كي تشوفي، وديري الزيت وتلمي هذاك، تبسيه كاع غايه. غادي نبسه وعاد نرجع نبسوها هذه مليح، هاكا ندخلوا هذوك المكونات في رحبه، ونلموها بالماء، يكون بارد بالماء، نميها بالماء غايه. زدت شويه ملح، حسيت كشو ما درتلهاش بالملح بزاف. شوفي كدا تلمي كاع هاد العجينه، ما تجريهاش بزاف اختي وما تيبسيهاش، ولازم تعجنيها 5 دقائق. انا غادي نلمها وبعد نعاود نولي لكم اختي. بعد ما تلميها العجينه تولي كيما هكا، التكستور تاعها كيما هكا، تعجنيها ها امامكم، تعجنيها بالخمس دقائق، ومن بعد كينا نديرو لها الفيتاج تاعها. اللي عندها بيتخان تعجن بالبيتخان، ما عليهاش البيتخان الثاني يساعدها في الوقت ويساعدها في المجهود، وما عليش هادي الحمد لله ربي يخلي لنا الصحه وصاي يا ربي. كما كتشوفي اختي راني نعجن فيها، ما تساعدك ما تغبنك ما والو، نكمل العجين تاعها ونعاود نرجع لكم ان شاء الله يا ربي. بعد ما دربت الدهان فيطاج بالحلال، دربته باش نديره بلا، وحليت العجينه كما تشوفي على هذا الشكل، حطيته في الوسط. وغادي تجيبي هذه، تجيبي هذه هكا، تجيبيها لهنا، تجيبي هذه ثاني لهنا هكا، هذه ثاني بالزوجه تجيبيها هكذا هنا هكا، وهذه تاني تجيبيها لهنا هكا. ندير شويه فارينه باش ما تلصقليش في البلون دو طاباي، ندير شويه فارينه ايا ونحلها. كيما كتشوفي اختي كيما هذه الطريقه نديرو هكذا هكا فوالا، ونحلها بسم الله ربي يوفقنا. كاين بزاف يخافوا من لاباط فريتي ومايبغوش يجربوها، يشروها واجده، بصح هي من الاحسن تخدميها في الدار، على بالك تخدميها في الدار. وهذه ما تشدكش في الوقت زعما، ما تشدكش اختي، 5 دقائق وراكي كملتي معاها، وتجي بنينه وتجي هايله فوالا. كيما راكي تشوفين راني حليتها انايا، غادي نجيب هذا النص، هذا الطرف ما نجيبهش للنص هنايا، نجيبه لهنا راكي تشوفيه لهنا، ونجيب هذا نجيبه هنايا معاه، شغل نلصقهم هكذا كيما كي تشوفي، ونزيد نجيب هذا هنا. ايوا فوالا
تأمنوني الشيرات اليوم راه غالبني شوية مفشلانة كيما هكا. هذا ينعد دوبلو تور، هذا ينعد دوبلو تور. صافي راني نديرو دوبلو تور وتحلي. ساعدتني بزاف هاد العفسة هنايا باسكو ما تغبنيش لاباط فيتي، نخدمها فاسيلمون. النهار الاول اللي درت فيه لاباط فيتي كنت نتعلم، درت عجينة طويلة درتها في الطابلة، والطابلة على طولها جبت العجينة من الكول للكول، وليت غير فارينة وتبهدينة وكاع. صافي واحد لازم يتعلم، هادي من كنت شوية صغيرة ماشي دروك، يعني واحد يتعلم من هذا وهو صغير يكبر عليها هذيك العادة تاع يدخل الكوزينة هو صغير ويتعلم ويحط راسه. أنا كنت نبغي الطبخ بزاف ونبغي نتعلم، والحمد لله يا ربي. شوفي كيما راكي تشوفي راني حليتها هكذا، غادي نعاود نزيد كيما وريت لك كيما درنا العفسه الاولى نديرو العفسه الزوج. شوفي ديريها هنا وتزيدي تبلعيها، هذه ماهيش في النص، ديها شويه تحت هنايا وجيبي هذا هنايا هكذا. هذا ينعد كات دوبلو تور. صافي درنا دوبلو تور وزدنا هذا الدوبلو تور، صافي كات دوبلو تور. باش اختي نديرو بيه الهدف من هذا الشيء كاع نديرو الطبقات، وثاني كدهن يتمشى في العجينه. بعد ما حليناها لا تخوازيام فوا غادي نعاود نطبقها كيما هذيك تطبق الاول، وزوج ثاني غير لهنا هكذا، وتجيبي هذه ثاني هنا وتجيبي هذا نزيرها هنا باش ما تنتحلش هكذا، وتجيبي هذا هنا. هذه ما تخليهاش تريح، تخدمي بها تمتم شغل، مش ديها في الفريجيدير تريح ولا لا، تخدمي بها تمتم زعما تكملي معاها في 5 دقائق. تعاودوا نحلوها كاع، نحلوها ونرجع لكم ان شاء الله. بعد ما حليتها كاع غادي نعاود ندير لها التور سامبل. طبعا ما نديرش هنايا كيما قلنا البيله، نديرها هنا في النص هكذا هكا هكا في النص، ونزيد نجيب هذه ثاني كاع في النص هنايا هكا ونحلها. شو شويه فاتنا هكا ونحلها. كاين اللي يحسب لاباط فويتي تروحي وتولي كل ما تكثري القلبات كل ما تكثري الدورات تاعي تجيك شابه، هي لا، هي كل ما تكثري لها كل ما تزيد تخسر، طيح لك كاع هذاك الفيطاج يطيح لك. بصح يا مامو كيما درت لكم هذه العفسه هي اللي تخرج لكم النتيجه تاعها مليحه. ونشاركوا المعلومات خواتاتي. شوفوا هكذا نطلع لفوق هكا 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 هكذا كيما كتشوفي اختي هكا. اي فوالا راني كملته هذا التور السامبل تاعي كملته، وغادي نبلع عليها هكا، وراني كملت لاباطفيتي تاعي. بالخفو واش تشتو كاع ما تشدك ما والو، والدهان كاع تحسيه بلي دخل فيها كاع الدهان، ما راهاش في جهه فيها دهان وجهه لا، تخلي تحسي بلي كاع دخل لها الدهان. وغادي دوكا نحلو ونشوفو الا لقينا طبقات تما بسم الله بسم الله هاي بالا امنوني والله لا راهي باين الطبقات عندي، بصح عندكم والله ماني عارفه اسكو تشوفوها ما تشوفوهاش مش عارف.
والله لا الله يبارك، خرجت لي علامة. شو ولا قبل ما تخدموا بيها خلوها تريح في الفريجيدان هذيك الساعة، ولا تشد روحها شوية بعدين نخدموا بيها. انا غادي نخدم بيها من بعدها ونوري لكم كيفاش خرجت لي. بصح والله العظيم الطبقات راهم ما شاء الله. المهم اتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم هذا الفيديو الخفيف تاع لاباط فيتي. وبغيت اليوم بغيت ندير لاباط فيتي وبغيت نشارككم فيها احباباتي وخواتاتي، نبغيكم بزاف. ونتمنى ان شاء الله تزوروني في القناه تاعي، وما تنسوش الشيرات اللي مازال ما اشتركوا عندي في القناه يشتركوا ويفعلوا الجرس واللي يشاركوا يعاونوني باللايكات، ربي يحفظهم وصحه فطوركم وكل عام وانتم بخير ان شاء الله.